السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الجزء الخامس من سلسلة التحضيرات لامتحان البكالوريا الإنجليزية مع الأستاذ أحمد صيار. English with صيار. Hi everyone, welcome again to this English course presented by أحمد صيار. Before we start, please like, share, follow and subscribe. كنطلب منكم وكنترجى منكم أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع التلاميذ على أوسع نطاق باش التلاميذ حتى هما يستافدوا منه، خصوصا التلاميذ المساكن اللي كيلقاو صعوبة في التحضير للبكالوريا اكسترا. Alright, so كما قلت وكما كنعاود دائما، حنا كنتعاملوا مع جوج الكتب Gateway and Ticket to English. اليوم غادي ندوزو ل Woman and Power اللي هو يونيت نمبر 5 اللي كاينه في Ticket to English, and Woman and Power is in unit number 4 Gateway to English. إذن Women and Power كاينه في Gateway بطبيعة الحال في unit number 4. Alright, so let's start. بسم الله على بركة الله. إذن هذه هي الصورة ديال unit number 5 ديال ticket to English, وهذه هي الصورة ديال unit number 4 ديال gateway. Alright, نبدأ vocabulary، مراجعة ديال vocabulary. Alright, بسم الله على بركة الله. Alright, the new family code in Morocco has introduced new changes. Complete the spider gram. هنا واحد مجموعة ديال الكلمات اللي غادي نحاولوا ما أمكن أننا نستعملوهم هنايا جدادين على the new family code اللي هي المدونة الجديدة. So, marriage age raised from 15 to 18. إذن السن ديال الزواج ارتفع من 15 ل 18. كذلك women cannot be married against their will. إذا النساء ما يقدروش يتم التزويج ديالهم ضد الرغبة ديالهم. Both spouses share responsibility for the family. المدونة الجديدة جات في هذا القانون هذايا لأن جوج بهم الراجل والمرأة كيتشاركوا المسؤولية ديال الأسرة. A man may only take a second wife if a judge or authorizes this. يعني الراجل ممكن يتزوج إلا إذا بغى القاضي بإذن القاضي. مرة ثانية women have the right to ask for divorce. والنساء عندهم الحق باش يطلبوا بالطلاق بطبيعة الحال. إذن هنا كما كنقول لكم شنو اللي مهم هنايا، عقلوا على هاد الفوكابيلير هذايا، لأن بحال والو تجي مثلا شي إنشاء بحال هذا، شي إنشاء مثلا يقول لك مثلا talk about the new laws in the family code مثلا. Alright, ندوزو دابا واحد مجموعة الكلمات اللي خصنا نعرفو المعنى ديالهم. Stereotype, violence, feminism, self-confidence, international women's day, emancipation, polygamy and gender. So, stereotype هي هذه، هو الفكرة النمطية. An exaggerated wrong image هي صورة خاطئة، صورة مبالغ فيها على مجموعة من الناس أو على واحد الشخص اللي كنصبغوها على مجموعة من الناس. بحال مثلا شي واحد اللي كيقول مثلا لي فرونسي الفرنساويين عنصريين. إذن هنا عندنا صورة نمطية على أن الفرنساويين عنصريين، وهي ماشي صحيح، ماشي كاملين عنصريين. إذن ما خصناش نعمو. Don't be stereotyped. Violence بطبيعة الحال هي كما عندكم هنا action words. إذن هي action words which are intended to hurt people اللي كتستعملوا باش نجرحوا الآخرين. Feminism هو movement which advocates the rights. إذن واحد الحركة نسائية اللي كتدافع على الحقوق ديال النساء بطبيعة الحال. وعندنا هنايا كذلك رقم 4 سيلف كونفيدنس. سيلف كونفيدنس هي ثقة في النفس. سيلف كونفيدنس. انترناشونال وومنز دايز هي اليوم العالمي للمرأة. و emancipation هو تحرر. freeing someone socially or politically هي ملي كنحرروا شي واحد اما اجتماعيا او سياسيا. polygamy هي تعدد النساء. polygamy. وجندر هي ميل اور فيميل. جندر كيعود على هذا، كتعود على ميل اور فيميل، مؤنث او مذكر. إذا نزيدو نكملو. عندنا كذلك هنايا عندنا complete the sentence choosing from the box. إذا الكلمات اللي استعملنا غنحاولو ما أمكن نكملوهم هنايا كما عندكم، نحاولو ما أمكن نكملو هاد الكلمات اللي عندنا هنايا. سو عندنا
stereotype, self-confidence, emancipation, family code, polygamy, humanitarian. الكلمة الوحيدة اللي ما شفناش هي humanitarian. humanitarian معنى ديالها المعنى ديالها هي إنساني. humanitarian. alright. so ندوزو نشوفو نجاوبو على هذه الأسئلة. negative. إذا negative ديال الكلمة اللي غادي هنا نيجاتيف طبيعة الحال stereotypes are obstacles that hinder women's advancements in different of domains. إذن صور نمطية الخاطئة للمرأة are obstacles هي موانع that hinder اللي كد to stop اللي كد نقص كتحجم women's advancement تقدم النساء في المجالات المتعددة. ندوزو thanks to the new Moroccan طبيعة الحال family code according to the new مدونة polygamy cannot practice without the first wife's approval. تعدد النساء لا يمكن أن يتم إلا بموافقة المرأة الأولى. all the world all over the world women have always had a continuous struggle for كلمة الصحيحانية for emancipation صراع من أجل التحرر. women need to have what self-confidence and other social and intellectual abilities. إذا الشخص يكون عندهم ثقة في النفس والقدرات الثقافية كذلك. the Red Crescent Organization لمنظمة الهلال الأحمر provides توفر humanitarian aid مساعدات إنسانية توفر مساعدات إنسانية in for people in need especially women and children. alright نجو دابا next exercise. هنا هاد التمرين هذا مهم هنا بزاف لأن الكلمات خصنا نشوفو كيفاش كنحولوهم سواء من verb adjective من adjective verb من verb noun etc. نبداو dominate. dominate كنرجع dominance. differ difference. organize organization. govern governance. feminine feminism. ignore ignorance. وعندكم united unity. globalize globalization. resist resistance. active activity. improve improvement. inferior inferiority. criticize criticism. equal equality. repudiate repudiation. participate participation. responsible responsibility. confer conference. manage management. dependent dependence. مهم هاد الاكزرسيس هذايا في اخر هاد الفيديو هذا غتشوفوا الامثله من امتحان البكالوريا كيفاش كيجيو. alright مطلوب منكم هنا complete the following sentence with the appropriate noun from the table above. الكلمات اللي عملنا دابا من قبل غناخذوا منهم بعض الكلمات ونستعملوهم هنايا. يلا نشوفوا الكلمه الاوليه اللي غنستعملوا. the fourth word about women took place in China. took place بمعنى نظمت اقيمت في الصين. اذا word the fourth word conference. within the past two decades has created great impact on the lives of women in developing nations. هنا globalization هي العولمة. many human rights associations call for equality between men and women. women's illiteracy and ignorance are linked together. in Morocco there are many human rights organizations. هناك مجموعة من المنظمات حقوق الإنسان that combat اللي كتحارب violence against women. I can't imagine why some women feel a complex of inferiority. complex عقدة ديال النقص. complex of inferiority. next one. next exercise. هنايا غنحولو nouns from adjective. power is a noun. powerful adjective. strong is an adjective. strength is a noun. feminist adjective. feminism noun. pregnancy اللي هي الحمل. pregnant حامل. literate literacy. law adjective ديالها legal. existent existing. prominent prominence. heroine heroic. اذا هادو عقلوا عليهم مزيان لان كيجيو في امتحان ديال البكالوريا. عقلوا عليهم مزيان هاد الكلمات هادو. alright كذلك غنبقاو في فوكابولري. مطلوب منكم هنايا تستعملوا هاد الكلمات هادو في الجمل اللي كاينه. piece of cake all ears fed up with gets on one's nerves. هادي idiomatic expressions اللي معنى ديالها proverb. وعندنا phrasal verbs lock in put down take off and cool down كذلك هادو phrasal verbs غنستعملوهم كذلك هنايا.
يلا وقفوا الفيديو وحاولوا ما أمكن تشوفوا كيفاش غادي نستعملوا هذه الكلمة هذه. Alright. نزيدوا نكملوا. So stop writing for a minute. Put down your pencil and look at me. إذن شنو معنى ديال put down؟ Put down هي المعنى ديالها هي نزل ستيلو. Put down your pencil. If you think it's too hot, why don't you your sweater? Sweater وتريكو. إذن هنايا why don't you take off your sweater? Take off عندها بزاف المعنى كتزول كتحيد لك الحوايج وكي take off المعنى ديال الإقلاع. Adam, I have got something to tell you. Bob, go on. I'm all ears. بمعنى I'm listening carefully. أنصتوا جيدا. This soup is too hot. الحريرة سخونة بزاف. I need to cool it down. يعني نبردها. Cool it down. هنا عندنا doing the same thing every day. I'm really killing. It's really killing me. Then I'm fed up with. Fed up with. نسيت ما with. خصجي. I'm fed up with doing the same thing. بمعنى مليت. Fed up with. Number six. You should. That dog is very dangerous. You should lock in that dog. يعني تشد عليه. I can't understand why you flunked out this text. Flunked out بمعنى يعني عملتي الأخطاء فيه يعني ضيعتي التست عملتي فيه الأخطاء. It's very it's absolutely a piece of cake يعني سهل. Piece of cake بمعنى سهل. Will you play something else? That song is getting on my nerves. Getting on my nerves معنى ليا كتعصبني. Getting on my nerves. نعقلوا على هذه الكلمة كذلك. الفوكابولير مهم الله يرضي عليكم. التلاميذ ديال البكالوريا الفوكابولير مهم في comprehension وفي كل شيء. Function شوفوا function شنو عندنا. Function في unit number 4 و 5 في الكتوبة عندنا expressing addition and concession. كيفاش نعبر على addition and concession وكذلك عندنا apology الاعتذار. غادي نبداو ب first one addition. شوفوا هذه الأمثلة اللي عندنا هنايا. إذن sentence plus moreover addition كنعبروا عليها moreover furthermore besides in addition additionally also etc. عندنا واحد المثال. Rural girls are hired as maids. Moreover, they are exploited by crime gangs. إذن البنات ديال المناطق القروية يتم استخدامهم كخادمات. Moreover, إضافة إلى ذلك, they are exploited. يتم استغلالهم من طرف منظمات إجرامية. مثال ثاني. Child maids are treated badly by the host families. إذن الخادمات الأطفال يتم معاملتهم بقساوة من طرف العائلات. They are also denied decent education. كذلك يحرمون من تعليم محترم. Number two, كذلك استعملوا addition إضافة كنستعملوها ملي كنعبروا along with in addition plus gerund. Rural woman needs social security along with more jobs job opportunities. هنا استعملنا along with زائد الاسم ولكن فرق مجوج. In addition to campaigning ممكن استعملتها along with campaigning from freedom يعني إضافة إلى الدفاع عن حرية الرأي campaigning for freedom of speech. Women lobby منظمات الجمعيات ديال النساء lobby their parliament for social injustice كيدافعوا على العدالة الاجتماعية. هنا عود عندنا كذلك as well as plus WH gerund. Rural women need decent education as well as adequate health care. إذن as well as كذلك as well as good technical assistance our association. إذن as well as ممكن نداو بها ممكن نعملها في الوسط ولكن غالبا كتستعمل في الوسط. Next one عندنا هنايا not only شوفوا not only كيفاش كنستعملوها. Not only do women suffer from social injustice but they are also victims of employers abuse. إذن ماشي غير كيعانيو من لا عدالة أو من لا عدالة الاجتماعي الظلم الاجتماعي ولكن كذلك هم ضحايا ديال الاستغلال ديال المستخدمين ديالهم. Child maids not only إذن هذه هي not only كيفاش كنستعملوها. غندوزو دابا للتطبيقات. Rewrite the following sentence beginning with the words given. مطلوب منكم تعاودوا هالجمل بالكلمات اللي عطاتكم. تاو رقم واحد. Pollution weakens the lungs to function well. تضعف التلوث يضعف الرئة في العمل بشكل جيد. Also كذلك it causes respiratory تؤدي إلى أعراض في التنفس such as coughing. أوكي بغينا نعملو not only. هي ديجا استعملنا also في addition ولكن نشوفوا not only كيفاش غتجي الجملة. إذا غتجي not only
not only does pollution weaken the lungs, إذا ملي كنستعملوا not only دائما الفعل كنرجعوه كنرجعوه بحال غنرجعوه interrogative كنزيدوا له ديك دازا ولا دو أو لا دي دي لكن في الباس. Not only does pollution weaken the lungs to function well, but it also causes etc. Okay, ليس فقط ماشي غير كتضعف هذه وإنما etc. نكمل الجملة. الجملة الثانية: pollution creates radiovascular problems to add التلوث يسبب مشاكل في في القلب أو في في التنفس. It also causes irritation of eyes يسبب الحساسية للعين والنوز etc. إذا هنا غنعملو along with كذلك along with شوفوا along with creating okay cardiovascular problems pollution or pollution ما كنستعملوهاش مع along في الأول كنستعملوه حتى حتى الثانية pollution causes ما غنستعملوش it causes لأن إلا قلنا it شكون هي it غير معروفة إذا غنحيدو pollution نستعملوها في الجملة الثانية. Facebook encourages teens to express themselves freely. It helps them to keep in touch with their friends. Then in addition to encouraging teens to express themselves freely, Facebook لاحظتوا فين عملنا فيسبوك حيدناها من الاول واستعملناها في الجمله الثانيه. Modern technology has improved healthcare service. Then not only and the modern technology has improved. Then هنا has improved. شنو نعملو؟ ما نعملوش كي دازو لهادي لأن هذا the present perfect. كنعملو has. Not only has modern technology improved. كنعملو غير has هي الأولية. But it also has modernized, etc. Number five, social media increase online communication. Not only do social media increase online communication. لاحظتو؟ دو هنا غنستعملو. The internet provides free academic search along with providing free academic search أو لا ممكن نعمل هنا along with free academic search. The internet لاحظتوا الانترنت كانت في الجملة الأولى استعملناها في الجملة الثانية. Alright ندوزو دابا next exercise كذلك. Join the pairs of sentences with the linking words given. إذا غنوقفوا الله يرضي عليكم الفيديو حاولوا ما أمكن أنكم تعملوا هذه الجمل هذه. إذا غتربطوا ما بين جوج الجمل واستعملوا along with. إذا غتجي الجملة هذه هي هذه الجملة along with being busy لأن عندنا تما Alice is busy verb is نرجعوا له ing نعملوا being along with being busy with her professional career Alice عاد كنعملوا Alice في الجملة الثانية. هنايا not only did the teens علاش عمل did لان عندي collected في الباست اذا كنعمل not only did the teens collect وكولكت رجع infinitive collect donations for the poor but they also donated blood. Number 3 moreover كتجي دائما الوسط this computer has better monitor moreover its memory ومن ساوشي moreover ملي كنعملوها كنعملوه مقبل منها في الوسط الا عملنا في الوسط كنعملوه مقبل منها semicolon بمعنى point virgule وعاد فاصلة من بعد. We didn't find a hotel where to sleep. We didn't find a restaurant where to eat as well. نحن نستعملوا بالطريقة. We didn't find a hotel where to sleep as well as to eat. Children use the internet for school for research. They use it for entertainment as well. إن هي كذلك. نستعملوا in addition to. Children use the internet for school research. In addition. They use it for entertainment. هنا هنا ما شفتش ديك انا in addition to. اذا هنا هذه الجمله هذه فيها in addition انا حسب لي غير in addition كان ما شفت in addition to. Bon in addition to شنو نستعملوا in addition to using the internet for school research children use it for entertainment. Okay in addition to using the internet for school research children use it for entertainment. Number 6. The students planted many trees. They cleaned all the classrooms too. And not only did the students plant, okay? Did the students plant many trees? All right. The double concession. شنو معنى ديال concession? غنشوفوا هاد الأمثلة اللي عندنا هنايا. Okay. إذا شوفوا هاد الأمثلة هذه اللي عندنا هنايا. But Ben prepared well for the competition, but he didn't win. The concession. شنو معنى ديال the concession? Concession هي ملي يكونوا عندنا جوج جمل فيهم معنى متناقض. Okay. فين المعنى هنا اللي متناقض؟ هو أن Ben prepared وجد
للمسابقة مزيان ولكن مربحش. إذن هنا فين كين التناقض. Okay. Next example. However. نفس طريقة. إذن ممكن استعمل but, ممكن استعمل however, ممكن استعمل nevertheless, ممكن استعمل and yet. هادو كاملين كيعنيو نفس الشكل, كيعنيو ولكن, وكيجيو في الوسط ديال الجملة. واخا نشوفو هنايا although, كيفاش كنستعمل although او لا though في الاخر. اذا اما كنستعملها في الاول او لا في الاخر. although Ben prepared well for the competition, he didn't win. Ben didn't win the competition although he prepared well for it. even though بحال بحال although كتجي الوسط. Ben didn't win the competition even though رغم انه he prepared well for it. okay. Though Ben prepared for the competition, he didn't win. Okay, Ben prepared well for competition, he didn't win. Though ممكن تجي في الاخر او لا في الاول. Okay, نزيدو نكملو. Next one, عندنا despite or in spite of. شوفو كيفاش كنستعملو despite or in spite of. Okay, اذا شوفو كيفاش كنستعملوهم. اذا عندنا despite his good preparation. Despite his good preparation. إذن عندنا despite كتكون متبوعة بالاسم. His good preparation for the competition. Ben didn't win. بدلت هنا غيرت الجملة ورجعت الجملة اسمية. In spite of نفس الشكل كذلك. In spite of preparing. أو لكن نستعمله in spite of his good preparation. بحال. Despite the fact that Ben prepared. إذن despite ممكن نستعملها مع despite the fact that. ممكن نستعملها مع noun. وممكن نستعملها مع ing تاهي. ممكن استعملها مع ing كذلك. Alright, so ندوزو نكملو كذلك التمرين. Expression apology. ندوزو expression apology. عندك ساعة رجعو. How you express apology. واخر. Make an apology. كيفاش نقدمو الاعتذار. كنستعملو هاد العبارات. Excuse me. I apologize for. I beg your pardon. I do apologize. I must apologize. I shouldn't have. I was wrong. Can you forgive me? I'm ashamed. I'm so worried. I'm terribly sorry. Etc. هادو العبارات اللي نستعملوها اللي كنبغيو نعتبرو نعتذرو. وهادو عبارات اللي كنقبلو الاعتذار ديال شي واحد. كنقولو never mind. Don't apologize. It doesn't matter. Don't mention it. Forget about it. Okay? Yes. Next one. Prefixes. شنو معنى ديال prefixes? Okay. Read the following information about prefixes. Prefixes, لاحظوا ديك اللي مكتوب بالاحمر. Prefix, an anti-war campaign. والسافيكس suffix هو اللي كيجي في الاخر. لاحظوا comfortable ديك able وديك able هادو كيجيو في الاخر وبزاف اللي كيجيو في الاخر. اوكي okay. اذا هادو كنسميهم the prefix كيجي في الاول و the suffix كيجي في الاخر. شوفوا هاد التمرين هذايا لا try too much please. وقفوا هذه وحاولوا تصلوا بسام شنو معنى ديال البريفكس. عندكم هنايا البريفكس والمثال وشنو المعنى ديالو. all right let's correct now. disappear away بمعنى تختفي. disappear. prehistoric بمعنى before in time. contradict بمعنى opposite did. Antibiotic against. Re-elect بمعنى again مرة تانية. Re كدعني مرة تانية. Post-war بمعنى after in time بعد. Outnumber out كدعني more than outdo another يعني كتسبق شي واحد. Go بمعنى together معا. وmiss بمعنى wrongly badly سوء. Misunderstood بمعنى سوء الفهم. اوكي غنحاولوا نستعملوا هادو هنايا. Add the right prefix or suffix. Okay, yalla, mdaw fi l-awliya. In their investigation for sound evidence, the police played the cassettes many times. Hna shnu ghanamlu? Replayed. Officials know that such policy has predict consequences predictable. The fans of the visitor team outnumber the fans of our team. Outnumber bimana da'afat ula zad al-adad. Next one, the situation is suitable. Okay? Suitable. Next one, some officials misuse
their power, بمعنى كيستعملوا السلطة ديالهم بطريقة سيئة. If we don't cooperate and join efforts, يعني join efforts هي اللي خلتني نستعمل تما cooperate. Barbara came to the party with a lovely fashionable dress. We went to the cinema yesterday, but the film was horrible. All right, next one, next exercise. مطلوب منكم أنكم add one of the prefixes or suffixes to the underlined word to make meaningful sentences. إذن غنزيدو prefix or suffix للكلمات باش يكون عندها معنى. Do you view your lesson regularly? إذن هنا غنحاولوا نستعملوا واحدة من هادو اللي عندنا. غنجي معها review. يعني review بمعنى view كدراجع ماشي مرة ماشي جوج. When I read your assignment, I found out that you translated many words. You have to check your dictionary. خصك ترجع للديكشنري بمعنى mistranslated بمعنى أسأت الترجمة. Education is a good example. هنا هي co-education. Your father will approve of your trip in Canada because you have to prepare. In هنا will disapprove. سوف يرفض. When you want to take a decision, consider the advantages and advantages بمعنى خصها تجي disadvantages يعني السلبيات والإيجابيات. Advantages هي الإيجابيات, السلبيات هي disadvantages. No one feels responsibility, خصها ترجع responsible. Most children's mistakes are generally forgive, خصها ترجع forgivable. كاين خطأ تما ماشي disadvantage, forgivable. Sarah and Tom united, يعني هنا reunited. إذا غنرجع رقم سبعة تما راه كاين خطأ خصها تجي forgivable. إذا كنحيدو او كنعملو able. Yes, next one. غادي نبقاو كذلك في هاد ليكزيرسيس هذايا. According to the prefix or suffix, إذا شنو غادي نعمل؟ International. Okay, international. B, an immigrant عندها natural غادي supernatural. Developed غادي underdeveloped. Some youth are excited, هنايا over excited, متحمسين بزاف. Many scientists experts attended a continental intercontinental بمعنى بين القارات. An African scientist presented ordinary غادي معها extraordinary ideas, أفكار خارقة. Now we move to grammar, دوزو double grammar, غادي ندوزو ل بطبيعة الحال غادي ندوزو ل passive voice, models ديجا شفناهم, غادي ندوزو دابا ل passive voice. Now passive voice, شنو هو passive voice? Look at this sentence, شوف الجملة مزيان. John writes a letter, هالجملة كتكون من subject اللي هو John, verb اللي هو writes, و object اللي هو a letter, باش كنعرفو object مي كنطرحو سؤال what مباشرة مورا verb. John writes what? John writes a letter. Okay. شنو هو passive voice? هي ملي كنشبرو a letter كنعملوها في الاول وكنعملو الverb وكنعملو by وكنعملو subject. اذا object, verb, by and subject. طبيعة الحال الا كان عندنا هي اش كيوقع هنايا by he ما كنستعملوهاش. اذا كنستعملو شي by he سواء هي ولا اي ولا يو ولا هادو كاملين الا جاوا في الاول جمله بمعنى ما كنستعملوش باي نهائيا. كنعملو شنو كنعملو؟ كنعملو نقطه فقط. alright, اذا هنا اللي مهم هو الترتيب. اذا عندنا اوبجكت فيرب باي جون. بالنسبه للفيرب كيفاش كنعملو نصرفو الفيرب؟ هنا غنعطيكم اربعه ديال القواعد اللي هما مهمين كيفاش كنصرفو الافعال. نبداو بالقاعده رقم واحد اللي هي خاصه بسيمبل بريزنت اند سيمبل باست. مثال القاعده اش كتقول؟ كتقول نشبروا اوبجيكت هو الاول, نعملوا تو بي ما مصرفهاش, نعملوا فيرب في الباست بارتيسيبل, ونعملوا باي ونعملوا سابجيكت. alright, نعطيو مثال. عندنا الجمله هذه, نبقاو في الجمله الاولى. جون رايتس ا ليتر. هنا طبيعة الحال نبداو اوبجيكت هو ا ليتر وغنكملوا على القاعده اللي عندنا, نعملوا تو بي وغادي نعملوا ريتن لان الرايت باست بارتيسيبل ديالها هي ريتن, ونعملوا باي جون. alright, الخطوه الثانيه اللي باقا لي هي خصني نصرف ديك تو بي, وخصني نرجع للفعل الاصلي في مصرف. الفعل الاصلي مصرف في رايت, مصرف في البريزنت. مزيان في السيمبل بريزنت بمعنى اما ام ار ولا ار از. في هذه الحاله هذه شكون اللي صحيح؟ واش الليتر ام, الليتر ار, ولا الليتر از؟ غيجي الجواب على ان اللي صحيح هنايا هو الليتر از. ولات عندي الجمله الليتر از ريتن باي جون. alright, مثال اخر. They bought cakes. Again,
they bought cakes فين هو object they bought what cakes cakes هي objects cakes وغنعمل to be وغنعمل bought كتبقى هي هذيك ما يمكنش نعمل buy لان عندي they وانتبهوا معايا مزيان دابا ما كنخص نصرف to be ارجع للفعل الاصلي مصرف bought مصرف في الباست يعني سنت باست سيمبل اذا بمعنى was ولا were اذا شكون جواب صحيح هنايا واش cakes was ولا cakes were جواب صحيح هو cakes were علاش لانها plural عندنا اس تما Alright, so rule number two. Present and past continuous. كنقول قاعدة object plus to be plus being. زدناها جديدة. Plus verb plus participle plus by plus subject. طبقوا القاعدة. شوفوا الجملة عندنا. John is writing letters. Alright, إذن هنا يا object هو letters. ونكتب القاعدة to be. ونعمل being كما عندي. ونعمل verb plus participle هو written by John. Alright, again, خصي صرف to be. رجع الفعل. Is. بصرفها في present. إذن present بمعنى إما am, are ولا is. فهذه الحالة هذه شنو نقول؟ واش letters am أو letters are أو letters is. إذن الجواب صحيح هو letters are. علاش؟ لأن عندنا S تسمى plural. Alright, مثال آخر. They were making a cake. Okay, they were making what? A cake is the object to be being. Making past participle ديالو شنو هو made ما يمكنش نعمل by them ولا by they ما غاديش اذا بقى لي خصني نصرف to be رجع لنايا عندنا في الباست و to be في simple past اما was ولا were a cake اش كتجي معها واش was ولا were طبعا هكا كتجي was علاش لان عندنا a cake وحده one cake اوكي okay. اذا ندوزو next rule قاعده الثالثه هي خاصه present and past perfect كاش كتقول القاعدة object plus to have هاد المرة ماشي to be plus been plus verb plus participle plus by plus subject مثال John has sent the letters object what the letters وكنكمل القاعدة to have نعمل بين قوسين صرف هي الأخرية ونعمل been ونعمل verb plus participle ديجا عندي في past participle sent ونعمل by John خاصي نصرف دابا to have رجع للأصل ديال الجملة هل الجملة فين مصرفة؟ واش في present perfect ولا past perfect؟ جواب في present perfect. إذن خصني نصرف to have في present كتعطيني إما have ولا has. فهاد الحالة هذه شنو غنعمل؟ جواب صحيح هو letters have لأن letters عندها S plural. مثال آخر they had prepared dinner. Dinner to have been prepared full stop. أوكي نخصني نصرف to have. أرجع للجملة هنا عندي في الباست. و have في الباست هي had. إذن هنا يا بلا ما نناقش كنعمل had dinner had been prepared alright rule number 4 models اللي هي can must should etc اش كتقول القاعدة object plus model plus be plus verb be ماشي بين قوسين تما يعني خصني نزلها هي هذيك plus verb plus participle plus by plus subject alright ندوزو لشي مثال John should send the letters object فين هو الفعل هنايا send هو الفعل send what send the letters letters كم دابيها هذا الفعل هذا send شنو كاين قبل فين مصرف مع كلي غيقول لي مصرف في البريزون لا خصك تشوف قبل منه شنو كاين عندنا should اذا عندنا model خصنا نطبقوا القاعده ديال models كتقول the letters كنعملوا should be verb send كنرجعوا sent by john اوكي انا خرجتها مثال اخر they may eat dinner اذا هنا كذلك they may eat what dinner dinner may بي رجع eat خصي رجع past participle رجع eating alright ردوا بالكم نهد الموديل اللي هو be going to have to don't have to هادو خصهم يتصرفوا ضروري هادو خصهم ضروري يتصرفوا alright more examples somebody has to take out these boxes as soon as possible إذا عندنا هالجملة هذه وين نرجعوها في the passive voice جملة طويلة غدوا وقم طبيعة الحال ولكن فتش على الفيرب فين هو الفيرب هنا where is the verb الفيرب هو take out انا لقيت الفيرب هو هذا من بعد خصني نفتشر object نطرح سؤال take out what غيجي جواب these boxes صافي بوحده these boxes بوحده اذا انا لقيت الاوبجكت هذه هي object alright اذا شنو غنعمل دابا وهاد هاستو شنو هي هاد هاستو شنو هي هاستو هي model بمعنى خصني نطبق القاعده رقم 3 اللي هي هادي object plus model plus be plus verb in past participle plus by إذن فين هو object هما these boxes هي هادي من بعد model في has to
من بعد غنعمل بي، من بعد غنعمل verb take out، ما كيبقاش take out كيرجع past participle كيولي taken out. من بعد شنو غادي نعمل؟ by، ما كنعملش by somebody، ما كنعملهاش، قلناها في القاعدة. إذا كان عندي هي اي يو ما كنعملش باي، اش كنعمل؟ كنكمل الجملة as soon as جات في الاخر كنخليها في الاخر صافي. بون هنا عملت نص ديال المشوار، باقي لي واحد حاجة خصني نعملها. شنو هو؟ غادي نلاحظ هنا عندنا بوكسز عندها اس بلوريال و هاز سينجولر، اذا هنا خصني نصحح هذا الخطا. شنو غادي نعمل؟ خصني نعمل هاف تو. اذا الجواب الصحيح هو ذيس بوكسز have to be taken as soon out as soon as possible. داك الشيء قلت لكم انا انتبهوا لهاد المودلز هادوما لانهم خصهم يتصرفوا، هاد المودلز خصنا نصرفوهم. مثال اخر، I am going to paint all the doors this afternoon with red and blue. كذلك غتجيكم الجمله طويله كيفاش غنعمل لها رجعه باسيف فويس، فين كيفاش غنعملوا هادي. اول شيء نفتشوا هو verb، where is the verb؟ هذا هو الفعل. paint، paint what؟ paint all doors، doors صافي. جبرت الاوبجكت وجبرت الفيرب. الفيرب قبل منه شنو كاين؟ كاين ام جوين تو. شنو هي ام جوين تو؟ اتس موديل، بمعنى خصني نطبق القاعده رقم 4 اللي هي هذه كذلك اللي عندي لتحت. هذه القاعده رقم 4 خصني نطبقها. alright، اذا غنبداو نجيبوا الاوبجكت هو الاول all the doors، من بعد نهبط الموديل، من بعد نهبط نعمل بي، من بعد غنهبط paint، غادي نرجعو نزيد له اودي past participle، باي ما نستعملهاش لان عندي اي. من بعد غنهبط الجمله اللي باقا عندي this afternoon with red and blue، شوف في اخر الجمله نخليهم في اخر الجمله. واخا اذا هنا باقي ما كملتش، علاش؟ لان كاين واحد ملاحظه بسيطه، the doors عندها اس وهنا عندي ام جوين، اذا كاين هنا شي حاجه ماشي هي هذيك. اذا شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل في عود ام نعمل ار، وغادي تجي all the doors are going to be painted. هذه هي الجمله اللي غادي تجي all the doors are going to be painted this afternoon with red and blue. لاحظتوا؟ مشيو خطوه خطوه حتى كتعملوا الجمله ديالكم. questions from the national exam. دابا غنشوفوا الامتحان الوطني شنو الاسئله اللي كيجيو فيه بحال هادو اللي شفناها في هذا الدرس. نبداو بهاد الاسئله put the words in brackets in the correct form. شنو مطلوب منكم؟ الكلمات اللي بين مزدوجتين غتوضعوهم في correct form، في الشكل الصحيح ماشي في الزمن الصحيح. ناو كاين the correct form و the correct tense. هنا عندنا correct form بمعنى هذيك الكلمة خصنا نبدلو لها الشكل ديالها، يعني إما نزيدو لها prefix suffix. أوكي okay؟ إذا culture شنو غنرجع؟ cultural. هنايا literate كترجع literacy، صافي راه باينة. number 2 rewrite the sentences as indicated. مطلوب منكم تعاودوا ديك الجمل كيما عطاوكم. إذا الجملة الأولية باش غنعاودوها؟ اش من درس هذايا؟ They have invited many African ministers to the conference. وعندنا many African ministers، إذا هنا عندنا many Africans وهنا عندنا many Africans، بمعنى شنو هو الدرس اللي فيه هذه هو passive voice. أوكي؟ واش من القاعدة اللي غنطبق هنايا؟ فين هو الفعل؟ الفعل هو invited. شنو كاين قبل منه؟ كاين have. إذا شنو have invited؟ اش من قاعدة؟ قاعدة رقم ثلاثة، بمعنى object اللي هي many African ministers، وكنعمل to have كنخليها هي الاخريه، وكنعمل بين وكنعمل فيرب ان باست بارتيسيبل. اذا كتجي many African ministers have been invited to the conference. اوكي هاف، لو كان عندي هنايا one minister غنعمل has been invited. number 2 the hotel was cheap but it was comfortable despite being cheap the hotel was comfortable. تابعوا مزيان despite being cheap، باش تهناو من despite دائما نعملوا ing. B give the correct form of the words in brackets. كذلك نفس الطريقة الكلمات اللي بين مزدوجتين عملوهم بشكل صحيح. Invest كنجي Morocco's investment. Okay invest investment. Renewable energies. Benefit beneficial. Sustain sustainable. هادو كلمات اللي شفناهم على نطاق واسع في هاد الدروس اللي فاتوا. C fill in the gaps with the appropriate words from the list. عندنا هادو models ما كنتش عملت لكم قبل models. اذا في شنو غنعملوا في الاوليه؟ it be my little brother who wrote that he doesn't know a word in english. اذا هنايا شنو غنعملوا؟ it can't be my brother my little brother who wrote that he doesn't know a word. وهنا في الحقيقه ان كنطرح سؤال، كنطرح واحد الملاحظه لهاد الناس اللي كيقولوا اسئله. هنا راه ممكن نعملوا it can't be ونعملوا التي
it can't be, it shouldn't be my brother. It can't be, لا لا نعملو غير كانت. هذيك لو كانت عندنا ماس كنا نعملو ماس. إذا جواب صحيح, it can't be my little brother. يعني مستحيل, هنا impossibility. ليلى, see her doctor, otherwise her headache will get worse. إذا هنايا ought to. Okay, she ought to advise. Next exercise, كذلك عندنا هنا شنو مطلوب منكم, fill in the gaps with the appropriate words from the list. عندكم واحد مجموعة كلمات تستعملوهم في الفراغات هذه. Global citizens. It's everybody's responsibility to verb raise children's awareness, بمعنى تحسيس الأطفال. بي أنا كجواب دغيا كنتمنى لأنكم تكونوا قد وقفوا الفيديوهات اللي عرضها لكم وجاوبوا, وقفوا الفيديو وجاوبوا, حاولوا ما أمكن تدربوا. Give the correct form of the words in brackets. كذلك عندنا success كجي successful, protection protect, and it's a verb. D, correct the errors in this, عندنا أخطاء في الجمل خصنا نصححوهم. Most expensive watches are making in Switzerland. هنا درس ديال passive voice والجواب صحيح هو are being made. Okay, are being made. Number two, Karim's parents don't allow him staying. هنا gerund and infinitive, allow someone to do something, to stay. Number three, the teacher asked me when would I, ممكنش نعمل when would I, it's not a question, can نعمل when I would finish this project. Okay, thank you very much for watching. This is the end of review number 5. I'm sorry. لأن مع الزربة دي كيوقعوا بعض الأخطاء. Review number 5. وبطبيعة الحال presented by أحمد سيار. كنتمنى لأنكم تكونوا استفدتوا من هذه المراجعات هذه. كنتمنى كذلك تنزلوا لي الكومنتس إذا كاين شي تعليقات ولا شي حاجة أو شي أخطاء ولا كنهضر بالزربة أو شي حاجة ولا ما كنشرحش شي حاجة, خليوا لي الله يرضي عليكم في الكومنتير باش مرة أخرى ما يتعاودوش نفس الاخطاء. بعض المرات كنزرب في الكتابه لان كتقري في الصباح وتجي في الليل بتوجد بحال هذا, راه ماشي سهله, شويه العمليه شويه صعيبه, خصوصا ملي كتفتشوا على ملي كنفتش على على الدروس من هنا وهنا باش كنعملوهم فيديو واحد. كنتمنى يكون نفعكم هذا الفيديو ونشوفكم ان شاء الله المره اللي ما جات.